بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة، كذلك يتكلم فيها صاحب الطحاوية رحمه الله تعالى، يلخص في هذه العبارة مسألة من مسائل الاعتقاد كما ذكرنا، وهي فرع على الكلام في مسألة العلو والفوقية، وهي مسألة العرش وإثبات العرش وما تعلق به من مسائل. وكما ذكرنا، فالكلام عن العرش فرع عن الكلام عن العلو، أو فرع عن الكلام في العلو. والكلام في ذلك نعني به أن هناك من تكلم في مسألة العلو بكلام باطل، ككلام الجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة وغيرهم من فرق الضلال، الذين تكلموا في مسألة العلو ونفوا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وعليه، فهم كذلك مضطربون جدا في مسألة إثبات العرش، ويحاولون نفي كثير من المسائل المثبتة في مسألة العرش، لنفي العلو تبعا ولنفي الفوقية تبعا. ولذلك هنا أتى الطحاوي رحمه الله بهذه العبارات يلخص فيها هذه القضية. والشارح رحمه الله تعالى كذلك أيضا يفصل تفصيلا، يرد من خلاله على هذه الطوائف المبتدعة الذين يحاولون نفي العلو، من خلال ذلك يضطربون في مسألة إثبات العرش، ولذلك وقعوا في مخالفات كثيرة كما سترى أثناء الشرح. قال في الشرح: قال كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هذه كلها آيات تثبت العرش، كأن هذه الآيات تكون جوابا لسؤال: اذكر الدليل على الإيمان بالعرش. فالدليل على الإيمان بالعرش دلت عليه أدلة الكتاب والسنة كما ترى، فهذه أدلة الكتاب.
في هذه الآيات يثبت الله سبحانه وتعالى في كلامه العرش، والعرش مخلوق من أعظم مخلوقات الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوق حجما في هذه المخلوقات، هو أكبر المخلوقات حجما وأعظم المخلوقات قدرا حجميا، وهو أول المخلوقات كما سيأتي كذلك. وأما أدلة السنة على إثبات العرش، قال وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا الحديث فيه إثبات العرش، وتكرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر العرش، مما يدل كذلك على عظيم قدر هذا المخلوق، قدر هذا المخلوق. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب، وهو حديث ضعيف جدا في الحقيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500، وفوق السماء السابعة بحر، كثف يعني أيضا سمك السماء. قال وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه، أي سمك هذا البحر أو عمق هذا البحر، قال كما بين السماء والأرض. ثم فوق ذلك 8 أوعال، والأوعال مفردها وعل، والوعل حيوان معروف يعيش في البرية. قال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، بين ركبهن وأظلافهن، الأظلاف اللي هي ما يكون على حوافر أو من وراء حوافر الدابة، وإنجاز أن تكون الأظفار التي على حوافر الدابة. قال ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث حديث الأوعال رواه الإمام أحمد في المسند بإسنادين ضعيفين، ولكن رواه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك بأسانيد صحاح، كما بينا ذلك في شرح المسند، والزيادة التي زدناها في متن الحديث هي من نصه في المسند اللي هي ما بين القوسين المعكوفين، ولم تذكر في المطبوعة وحذفها خطأ. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بيميل إلى يعني تقوية يعني الحديث، وإن كان يعني أكثر العلماء ضعفه، لكن في الحقيقة حتى ولو لم يصح هذا الحديث فالأدلة كثيرة، كفانا أدلة يعني القرآن آية واحدة تكفي في إثبات الإيمان بالعرش، بل وكذلك أدلة السنة كثيرة جدا، فمنها هذا الحديث الأول حديث دعاء الكرب كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. وأيضا قال وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. أي نعم. وهذا الحديث أيضا ضعفه يعني
الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من أهل العلم. وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا جزء من حديث طويل رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه برقم كذا، وفي المطبوعة هنا كهكذا، وصوابه لهكذا باللام كما في أبي داود. فلكن هذا الحديث مع ضعف سنده، إلا أنه هناك بعض الأحاديث الأخرى والمرويات فيها ما يشهد لهذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن العرش قبة المخلوقات، قبة المخلوقات. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره، وهذا الحديث فيه إثبات العرش، وأن العرش سقف الفردوس. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أي الفردوس وفوقه عرش الرحمن. سقف الفردوس العرش، سقفها جنة الفردوس العرش. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة الفردوس. ويروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه، يعني أنه على معنيين، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه يعني الفردوس نفسه، فوق اللي هو سقفه العرش، وعلى الظرفية اللي هو ظرف المكان، وأعلاه العرش، وأعلاه العرش. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح. وهذا ما قال به طوائف المعتزلة والخوارج وجماعة من الأشاعرة، وجماعة من الأشاعرة. وبعضهم يقول، أي من هؤلاء أيضا، هو عبارة عن الأولون الذي ذكرناهم، أخذوا ذلك عن الفلاسفة، أخذوا ذلك عن الفلاسفة والمتكلمة. وفريق آخر منهم أيضا قال أن العرش عبارة عن الملك، أن العرش عبارة بيعبر بها عن الملك. وانتبه، هذا إنما يريدون منه نفي العلو، يريدون من ذلك نفي العلو. لماذا؟ لأنهم لو جعلوا العرش على الصفة التي أثبتها أهل السنة، فيلزم من ذلك إثبات أن العرش فوق المخلوقات، والله مستوى على العرش، يعني الله عز وجل فوق العرش سبحانه وتعالى، وهم ينفون ذلك. ولذلك هم يفسرون العرش بالملك، يقولون معنى العرش يعني الملك، وهذا كلام باطل طبعا، هيأتي الرد عليه. قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، وده تفسير أهل السنة للعرش، أو يعني بيان معنى العرش عند أهل السنة، وهو أن العرش سرير الملك، سرير الملك، وله قوائم، وله قوائم هذا السرير، ويحمل هذا السرير من قوائمه يحمله كذلك ملائكة، يحمله ملائكة. فكيف يقال أن المقصود بالعرش الملك، والفلاسفة يقولون أن المقصود بالعرش الفلك المستدير، يعني زي حكاية اللي هي المجرات والحاجات هي دي، يقولوا هو العرش يعني يقصد به حاجة شبه كده، عبارة عن فلك مستدير
يحيط بالعالم ونحو ذلك، وهذا كله لا يعني دليل عليه. والدليل على أن العرش سرير الملك وله قوائم، وله قوائم. وإياك أن تتوهم أن العرش سرير الملك، الله تعالى في حاجة إليه كما هي حاجة ملوك الدنيا إلى سرير الملك. فملوك الدنيا سرير الملك إذا لم يكن موجودا لا يظهر لهم ملك ولا يظهر لهم يعني سلطان، فهم في حاجة إلى السرير، إلى العرش ونحو ذلك. لا، الله تعالى غني عن ذلك كما سيأتي في الفقرة التي بعده، وهو مستغن عن العرش وما دونه. أي نعم. قال لأنه قد ثبت، يعني هذا التفسير تفسير باطل، اللي هو إن العرش عبارة عن الفلك الأطلس، أو هو فلك مستدير، أو هو الملك. كل دي تفسيرات باطلة لأهل البدع. قال وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فلا أدري أفاق قبلي، لأن موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهذا دليل صريح على أن العرش له قوائم. أما قول من يقول العرش عبارة عن الملك هذا كلام باطل، أو أن يقول هو فلك مستدير هذا كلام باطل. قال والعرش في اللغة، يعني العجيب أنهم كذلك يخالفون حتى يعني ما عليه الناس في فهمهم لمعنى العرش في كلامهم في اللغة. فالعرش في اللغة عبارة عن السرير، السرير الذي للملك، سرير الملك. نعم. كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. ولها عرش عظيم، كرسي الملك عندها أو عرش الملك عندها. فهذا في مفهوم الناس هو ذا العرش اللي هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك. نعم. وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، هو كالقبة على العالم، هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات. طبعا أنت تقول العرش هو سرير الملك، ابتداء إياك أن تظن أن الله عز وجل يعني في حاجة إلى ذلك كما هو حاجة الملوك في الدنيا. ثم إن سرير الملك في الدنيا مهما عظم لا يساوي شيئا ولا يقارن لا من قريب ولا من بعيد بسرير الملك الذي هو العرش، عرش الله سبحانه وتعالى. فالعرش قبة المخلوقات. فتصور بقى حجم هذا المخلوق الذي هو قبة على المخلوقات. تصور هذا المخلوق. ويعني لو طلعنا كلام علماء الكونيات لوجدت عجبا انه الارض دي عباره عن شيء يسير جدا في هذا الكون العجيب، وان الفلك الموجود في هذا الكون العجيب الارض من اصغر الكواكب فيه، وان هناك كواكب والاف مؤلفه من الكواكب اكبر من الارض بمراحل كبيره جدا وكثيره جدا، وتدور في أفلاك يعلمها الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من عوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك والعرش قبة هذا العالم. فكيف هذا المخلوق؟ كيف هذا المخلوق؟ ولذلك فتكلم العلماء في مسألة أولية العرش في الخلق، فهو على الراجح والصحيح أن العرش أول المخلوقات، أول المخلوقات، وتعرضنا لذلك قبل ذلك. والعرش أعظم المخلوقات قدرا، يعني حجما ويعني هيئة، أعظم المخلوقات. وقيل أن الله خلقه بيده، أن الله
خلقه بيده، كما قال ابن عمر. والشيخ الألباني رحمه الله صحح إسناد هذا الخبر وقال هو على شرط مسلم، أن ابن عمر رضي الله عنه قال: خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده، وأما باقي الكون فقال كن فكان. وأما هذه الأشياء 4 فهي العرش والقلم وآدم وجنة عدن. وجنة عدن هذه الأشياء خلقها الله بيده، مما يدل على عظيم شرفها، عظيم شرفها. ولذلك كما قال الشاعر أمية بن أبي الصلت قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس، وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا، ترى حوله الملائكة صورا، صورا الملائك صورا، كما قال: الصور جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. ترى حوله الملائكة صورا، يعني الملائك ينظرون للعرش حتى أن أعناقهم تميل من النظر إلى العرش. شرجعا، والشرجع قال هو العالي المنيف، العالي صاحب المكانة العالية المميزة. والسرير هو العرش في اللغة. أين؟ ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة، عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، إن صح الخبر يعني، أنه رضي الله عنه كانت له جارية، كانت له جارية، وكانت امرأته تغير غيرة شديدة، امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنها. فجاء أو دخل عليها وكان قد أتى الجارية، وكان قد أتى الجارية، فأرادت أن تعرف هل أتى الجارية أم لا من غير أن تسأله، ولعل طبعا يعني كان بيحصل بينهم نوع من النزاع في ذلك، فأرادت أن تعرف من غير أن تسأله، وذلك أنها قالت: اقرأ علي واتلو، قلت له اقرأ علي واتلو كده. فهو رضي الله عنه راح مرتب الأبيات الايه الشعر هذه، يا ما قلت له اتلوش اقرأ القرآن، فهو راح مرتب الأبيات الشعر دي، هي ظنت أنها قرآنا إن صح يعني الخبر. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. الحقيقة كلمات عظيمة جدا في الاعتقاد في مسألة العرش والعلو والفوقية. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، أي العرش ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. أين؟ وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. حديث صحيح. أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من ملائكة الله عز وجل الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8. قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تخيل هذه المسافة، المسافة دي عندك أنت لا تساوي لحظة ولا أقل من لحظة حتى، 700 عام، وعلى قدر الراكب المسرع، أو في الغالب هو ده اللي يتبادل الأذهان،
فانظر إلى إذا كان الملك على هذا النحو فكيف بالذي يحمله الملائكة. أي نعم. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ ده جواب أو رد يعني اللي بيقول إن العرش هو الملك. طيب هل يصلح أن يقال هذا الكلام مع هذه الآية ويحمل عرش ربك فوقهم؟ ما هو كلمة الفوقهم يعني في تحت، في مخلوقات تحت، مش كده؟ طب واللي تحت دول مش داخلين في الملك؟ مش مفروض يدخلوا في الملك؟ ما كل ده يدخل في الملك. طب فلماذا هنا قال فوقهم؟ لأن هذا ليس هو الملك. أي نعم. وقولهم وكان عرشه على الماء، وهو الماء مش داخل في الملك؟ داخل في الملك. طب وكان عرشه على، كل الحاجات دي مخلوقات وداخلة في الملك، طب يبقى ليه التفصيل ده إذا كان العرش هو ليه هو الملك بقى؟ وقال أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟ هل هذا كلام يعقل؟ وكان ملكه على الماء مثلا، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، أنه بقى جزء في الملك اللي هيبقى واخد بيه بقى عليه السلام؟ ببحر ولا بشمس ولا بقمر ولا بنجوم ولا إيه بالضبط؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ ولذلك فالحقيقة هؤلاء يعني يعاندون معاندة يعني والعياذ بالله يعني تدل على الحمق كذلك، وإلا ما الأدلة كلها يعني التي جاءت في ذلك لا تحتمل هذا التفسير. ثم هناك أدلة كذلك تدل على يعني ذكر العرش على أنه وحدة مستقلة من الملك الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، من ملك الله سبحانه وتعالى وحده ومستقلة لوحده العرش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز العرش لموت سعد. هذا يدل على أن العرش وحدة أخرى غير سائر المخلوقات كذلك الأخرى. أي نعم. وبدليل أنه اهتز إكراما لسعد ولبيان مكانة سعد رضي الله عنه. إذن فالعرش مخلوق من أعظم مخلوقات الله تعالى، والعرش هو أول المخلوقات كذلك على الراجح. وورد في بعض الأخبار أن العرش مكون من لؤلؤة حمراء، وإن كان يعني صحة الأخبار فيها خلاف، أن العرش مكون من لؤلؤة واحدة حمراء وهو أكبر من كل المخلوقات. تخيل هذا المشهد وهذا المنظر. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، وهو الصحيح كما قال. أيضا مسألة من المسائل المتعلقة بمسألة العرش والعلو مسألة الكرسي، فالكرسي كذلك مذكور في القرآن، مذكور في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض. فبعض العلماء ذهب إلى أن العرش هو الكرسي، وأنه بيعبر عن العرش بالكرسي والكرسي بالعرش. والأصح أن العرش غير الكرسي، والذين تمسكوا بأن العرش هو الكرسي أكثرهم تمسك بسبب ضعف الأحاديث، بسبب ضعف الأحاديث عنده، وإن كان الأحاديث صحح بعضها كما سيأتي العلماء، ثم كذلك تمسكا بما ربما يتبادر إليه كذلك المعنى اللغوي في كلام الناس أحيانا يعبرون عن العرش بالكرسي، عن العرش بالكرسي، أو الكرسي يعبرون عنه بالعرش، يقولون جلس على عرش الملك وعلى كرسي الملك. لكن ورد ما يدل على
تفصيل الأمر، وأن هذا ليس هذا، أن العرش ليس الكرسي، والعرش أعظم من الكرسي. قال: والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. هذا الخبر صح موقوفا عن ابن عباس، صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، أي لا يقدر قدر العرش، أي لا يعلم قدر العرش إلا الله. وليس معنى ذلك أن العرش مما لا يجوز تأول صفته، لا، عرش مخلوق، العرش مخلوق، لكن إذا تأول الإنسان تأول بحسب الأدلة. ولذلك ابن عباس قال: لا يقدر قدره إلا الله، ما حدش يعرف يعني قدره وعظم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه مخلوق عظيم جدا. أي نعم. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش، يعني السماوات والأرض تحت الكرسي، تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، والعرش يحيط بالسماوات والأرض، ودونه الكرسي، ودونه الكرسي. هتقول أنت: طيب كيفية الهيئة؟ لا نعلم ذلك، والله يعلم. وقولنا لا نعلم ليس من باب أن هذا لا يجوز، لا، لأننا ما طالعنا وما رأينا، لأننا ما طالعنا وما رأينا، إنما هذا مخلوق، يجوز لو رأينا أن نحكي وصفه، إنما ما طلعنا وما رأينا. نعم. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا الحديث خرجه ابن جرير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. ما الكرسي في العرش، يعني ما الكرسي بالنسبة للعرش، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الفلاة الصحراء، فالكرسي بالنسبة للعرش، الكرسي بالنسبة للعرش، وجه المقارنة أن الكرسي والعرش كحجم الصحراء مع حلقة ألقيت في هذه الصحراء. لو أنك أتيت بحلقة من حديد، دبلة كده حديد، وألقيتها في الصحراء، هذا حجم الكرسي بالنسبة لحجم الإيش؟ العرش. هذه المقارنة، إن هذا بالنسبة لهذا كهذه الحلقة بالنسبة للصحراء الشاسعة. سبحان الله العظيم. والحقيقة أن العلم بمثل هذه المسائل ينبغي أن يزيدك إيمانا، إذا كانت هذه مخلوقات الله عز وجل بهذا العظم من الخلق وهذا القدر، فكيف بالذي خلق المخلوقات سبحانه وتعالى. لو إن صح التعبير هذا، يعني لو أنه مثلا قيل لك: هذا الإنسان القوي جدا يملكه هذا الرجل، هذا الإنسان الضخم القوي ده يملكه هذا الرجل، فأنت يتبادر الذين في أول وهلة إلى أن هذا الرجل قوي
الإحكام على هذا الإنسان القوي. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يكون تحته وتحت سلطانه إلا إذا كان هذا قويا، بل أقوى منه، بل أقوى منه. وهكذا لو أنك نظرت إلى كل من كان يملك شيئا ويقال هو قادر عليه وهو صاحبه ويملكه، فسيكون هو أقوى يدا عليه، ولله المثل الأعلى. فهذه المخلوقات على هذا النحو، فكيف بالعلي الكبير سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، لأنهم لا يقدرون على ذلك. ده المخلوقون لا يقدرون على الإحاطة بالعرش في حال الحياة الدنيا، والله أعلم هل يستطيعون الإحاطة به في الآخرة أم لا، لا أدري. فكيف بالذي خلق العرش؟ كيف بالذي خلق العرش؟ يعني هل يستطيع أحد الإحاطة مثلا بالبلد دي كلها اللي احنا عايشين فيها، أن ينظر له ويشوفه كده؟ ده ولا حتى حي واحد، ما يستطيع، لأنه حاله لا يؤهله لذلك. هل الإنسان يوم القيامة سيؤهل للإحاطة بالعرش أو الإحاطة بالكرسي مثلا؟ فكيف بالذين ينفون رؤية الله لأنه لا يحاط به؟ نعم، لا يحاط به سبحانه وتعالى، لكن نثبت له ما أثبته سبحانه وتعالى أننا نرى. ولذلك فهذه المسائل كلها إنما تزيد القلب إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر من كل شيء. وقيل كرسيه علمه، يعني بعضهم قال الكرسي معناه العلم، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة. يعني هذا شاذ اللي بيقوله ينسب لابن عباس هذا، فبيرد هو بيقول والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة، فضد مقابل المحفوظ اللي هو الإيش الشاذ من الكلام، فهذا شاذ عن ابن عباس اللي هو إن الكرسي هو العلم كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش. من جراب الكلام المذموم يعني مطلعينه من خزنة الكلام الباطل بتاعه. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني هو من تحته، هو من تحت العرش، وليس هو العلم، لا هو شيء محسوس أيضا وهو الكرسي. ثم قال: هو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح: أما قوله هو مستغن عن العرش وما دونه، أي هو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش، ليس كملوك الدنيا محتاجون إلى عروشهم. قال تعالى: إن الله لغني عن العالمين. سبحان الله، ملوك الدنيا لو ما فيش كرسي العرش ما يبقالوش قيمة، حتى يعني تجد أن حتى في كل الزمان وفي كل التاريخ أن كرسي العرش للملك من ملوك الدنيا تجد حواليه أكبر قدر من الإيه؟ من الحراسة، هو فاضي حتى، يعني لو الملك بتاع الدنيا نايم مثلا الكرسي بتاعه حواليه حراسة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه لو حد قاعد على الكرسي وجاب ناس وحموه وهو قاعد على الكرسي ممكن يدعي أنه هو الملك ويعزل التاني لأنه قاعد فوق الكرسي دلوقتي. ولعل حتى السياسة الحديثة تدل على ذلك، السياسة الحديثة يعني مقر الحكم، يعني زي الموضوع، المشكلة في دولة من دول إفريقيا حاليا، الرئيس اللي هو بتاع ساحل العاج، واحد مفروض يمشي والتاني يجي بالانتخابات، فاللي مفروض يمشي مش راضي يمشي، وهم عمالين يعملوا عمال كبيرة جدا. ليه؟ لأنه عامل ايه؟ هو قاعد على السرير بتاع الملك، قاعد على الكرسي، مش عايز يطلع من قصر الرئاسة اللي هو بتاع الحكم، فمش عايز يطلع منه. فدي مشكلة كبيرة، مع انه التاني الانتخابات قالت انه ده خلاص هو ده المعتمد،
بس ده قاعد فين؟ على سرير الملك، على العرش، محتاج للعرش، ما يقدروش هم يستغنوا عن العرش. العرش موجود يبقى هم موجودين، مش موجود يبقى هو مش ايش؟ مش موجود. وهذا في اعداد حسابات الدنيا وملوك الدنيا والمخلوقين، فقراء محتاجين الى هذا الكرسي. اما الملك سبحانه وتعالى فهو الغني عن كل المخلوقات بما فيها الايش؟ العرش. والعرش هذا رمز فقط، وليس هو معين أو هو الذي يقوي ملكه سبحانه وتعالى كما هو في حال ملوك الدنيا. ولذلك قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين، والله هو، وقال تعالى والله هو الغني الحميد عن العالمين، عن السماوات والأرض والعرش وكله. السماوات التي تراها أنت هذه محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يمسكها، فكيف بما هو يعني أدنى منها؟ ولذلك كذلك العرش، العرش محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتدته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به كما هو في حال يعني عروش الدنيا، في حال عروش الدنيا لا، بل وجد في الدنيا أشياء على خلاف هذه السنة كما سترى. قال وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء، ها مثال في المخلوقات، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إلى الأرض. نعم، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. اللي هم بينفوا الاستواء وينفوا العلو يقولوا لا، يلزم من لو أثبتنا الاستواء أن العرش يحويه، هذا ضلال. لماذا؟ لأن هذه قياسات على المخلوقين، والله تعالى لا يصح أن يشبه بالمخلوقين في شيء، بل في المخلوقين ما لا يصح فيه ذلك، يعني باب أولى في الخالق، حق الخالق. السماء فوق الأرض، طب ما هي فوق الأرض محتاجة للأرض؟ أبدا مش محتاجة للأرض. الأرض تحوي السماء؟ لا لا تحويها طبعا، وده شيء موجود في المخلوقات اهو. نعم. قال فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل وغناه، وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل. يعني بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، إنه بقدرته تعالى هو الذي يحمل العرش، أي يجعل ما يحمل العرش ويجعل له أسباب بقائه وحياته، العرش نفسه والسماوات وغير ذلك. قال وفقر السافل، أي هذا السافل محتاج إلى الله تعالى، العرش محتاج إلى الله، وغناه هو سبحانه وتعالى عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش. الحمد لله. ديكم الله أسلم. قال وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، فكيف تكون في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ قال ونفات العلو أهل التعطيل، يعني يقصد الذين أنكروا الاستواء على العرش، لو فصلوا بهذا التفصيل
لهدوا إلى سواء السبيل. إن الاستواء مش معناه حاجة الله إلى العرش، ولذلك الاستواء عند السلف المقصود به هيئة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بها، ومعناها عند السلف العلو كما يقولون، استوى يعني على سبحانه وتعالى. قال: ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني لما سئل عن ثم استوى العرش وغيرها، يعني غيرها من الآيات التي فيها ذكر الاستواء، قال سئل كيف استوى فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي بعض الروايات: والسؤال عنه بدعة. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة ليس على إطلاقه، إنما يقصد به إذا كان السائل يخالف بذلك طريقة أهل السنة والجماعة وينوي به مخالفة طريقة أهل السنة والجماعة، فهذه بدعة منكرة تجر إلى والعياذ بالله الكفر، لأن الذين بدأوا بذلك ثم كذبوا بالاستواء ثم كذبوا بالعلو ثم يعني انتشر الأمر في سائر صفات الله تعالى، بدأوا بهذه البدعة، أنهم بدأوا يسألون عن ما معنى الاستواء ولم يسلموا بالاستواء على صفة يعلمها الله تعالى. الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين، ونثبت الاستواء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن هم ما سلموا بذلك. وأما قوله: محيط بكل شيء وفوقه، قول الطحاوي: محيط بكل شيء وفوقه، أي أنه هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وفي بعض النسخ: محيط بكل شيء فوقه، محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو. قال في من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيح اللي هي وفوقه، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. هتلاحظ هنا هيقول كلام إنه الواو دي أنت ممكن تقول قبل ما نقرأ كده تقول يعني ما هيش فرق قوي، إيه المشكلة يعني الواو موجودة أو مش موجودة، الاثنين مقصود بيهم أن ربنا سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وأنه فوق كل شيء. لا، ده لأنك والحمد لله ترسخت فيك عقيدة أهل السنة. إنما أنظر المبتدع ممكن يحاول من خلال حرف أنه يضلل ويخرج عن الحق. نعم. فيقول: ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، اللي هي محيط بكل شيء فوقه، مش و فوقه. قال: وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، يعني اللي نقلوا عن الناسخ ده سقطت منه الواو والباقي نقل عنه، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش، والحالة هذه معنى واضحة ولا؟ الأولانية: محيط بكل شيء وفوقه، يعني محيط بكل شيء وهو فوق العرش، محيط بكل شيء وهو فوق العرش، دي اللي هي الأضبط. التانية بقى اللي هي مفاش الواو محتمل يكون واحد عايز يحرف: محيط بكل شيء فوقه، محيط بكل شيء
فوقه، يعني هو فوقه، هو فوقه أي فوق هذا العرش. أنتوا واخدين بالكم ولا لا؟ كأنه عايز يفصل هنا في العبارة الثانية دي، إذا كان الزائغ ده يريد ذلك، يعني اللي شال الواو، عايز يفصل مسألة الاستواء وبين مسألة العلم، لأن العبارة هتختلف. محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء إثبات العلم لله، وفوقه يعني فوق العرش إثبات الإيه؟ ها؟ العلو والاستواء. لكن لما يقول محيط بكل شيء فوقه، ما أثبتش هنا الاستواء بطريقة، مش كده؟ محيط بكل شيء فوق العرش، لكن ما أثبتش الإيه؟ وفوقه، يعني الله فوق الإيه؟ العرش. قال: إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء، أي نعم، بما فيهم طبعا الإيش؟ العرش. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى: والله من ورائهم محيط. وقال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. هو بيفسر طبعا كلام الطحاوي: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال: وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، يعني الشيء المستدير، أو أن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، نعوذ بالله من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس أنه قال، وهي الحبة الصغيرة، قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها، عال عليها، فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف وصف. مثاله في المخلوق: لو وضعت الحبة الصغيرة دي في كفك، إذا شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، حطها كده، يبقى هو محيط بها في كل حال ولا لا؟ يعني أنت لو عملتها كده محيط بها ولا لا؟ ولو حطيتها وحطيت إيدك عليها محيط بها أيضا. نعم. قال: فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف وصف، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. مش معناها أنه هو يوم القيامة السماوات ومطويات بيمينه، أنه هو دلوقتي مش موجود الحال ده، لا، بل هذا الحال في كل وقت موجود، قدرته على ذلك في كل وقت سبحانه وتعالى. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الله تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ إنه يعني بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الرب تعالى، إن كل الناس يروا ربهم، فقال: كيف يسعنا وهو واحد ونحن جميع؟ قال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، في المخلوقات، في نعم الله التي خلقها لك. هذا القمر آية من آيات الله، هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك،
وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم إن صح يعني هذا الحديث ضرب به مثالا لهذا الرجل أي القمر، أنه آية من آيات الله ومخلوق من مخلوقات الله. فالرجل بيقول له كيف يسعنا يا رسول الله هو واحد ونحن جميع، إزاي يعني يتعامل معنا كلنا بأن احنا كلنا نراه وعددنا الكثير جدا هذا وهو واحد سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في المخلوقات حاصل، المخلوقات الضعيفة جدا، فكيف برب هذه المخلوقات؟ ممكن كل الخلق اللي على وجه الأرض يرون القمر؟ مش ممكن يرونه ولا يرونه؟ مش كده ليلة مقمرة وكل الناس تقف تبص تشوف كلها القمر، بل كل واحد ممكن يقف في مكان لوحده ويكون هو في هذه الحال خالي بالقمر ولا لا؟ ده هذا في مخلوق. أي نعم. فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله، إن ربنا سبحانه وتعالى فوق المخلوقات الأدلة على ذلك. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه، وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل أو متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذا قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدله. فهذه الأدلة قال النبي سلم، فقال النبي سلم وأنا أشهد، وأنا أشهد. الشاهد من الكلام هنا إيه؟ فوق السماوات، فوق السماوات. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى له العلو، وأنه موصوف بأنه في العلو سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه أي على عرشه سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده، فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. ففوق العرش دليل على الفوقية والعلو. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. فهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن يستشهد به على مسألة أنه من فوقهم سبحانه وتعالى، إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. أين؟ وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، هذا هو الشاهد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا أي أن يعلوا. قال فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، متقابلة، انتبه، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، إيه للأزلية وإيه للأبدية؟ الأول والآخر. واسمان لعلوه وقربه، ها
الظاهر والباطن، لعلوه الظاهر وقربه الباطن، فهذا أيضا يدل على علوه سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة أن نفات العلو مضطربون وفي حيرة، ويعني الأدلة تأتي على العلو والفوقية كثيرة. فكان من يعني المواقف العجيبة في ذلك ما رواه يعني الدارمي يعني عن أحد يعني علماء السلف وهو أبو جعفر الهمداني، أنه حضر مجلسا لأبي المعالي الجويني وهو الملقب بإمام الحرمين، وهو عالم من علماء الشافعية الكبار الجهابزة وفحول العلم، إلا أنه كان معتزليا في عقيدته. فهذا العالم الكبير هذا كان يقول بمسألة نفي العلو والفوقية، وهو كان يثبت الرؤية كما سيأتي، لكن كان ينفي العلو، ولذلك كان مضطربا في ذلك اضطرابا شديدا. فحضر أبو جعفر الهمداني مجلسه، فلما حضر مجلسه وجده يقرر في الناس نفي العلو، نفي العلو، فقال له في أدب جم، قال: يا أستاذ، ما نفعل بهذا الذي نجده في نفوسنا؟ ألا من شيء ندفعه عنا؟ فقال: ما هو؟ قال: ذاك الذي إذا قال القائل يا الله تراه يميل إلى فوق. أي إنسان يقول يا الله تجد قلبه يميل ونفسه تميل إلى فوق. فيقول في الراوي: فجعل أبو المعالي يلطم رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هيرد عليها إزاي؟ يعني حتى قال في رواية: وبكى وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. شعور فطري عند الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى فوق. ولسه هيأتي معنا أدلة الفوقية إن شاء الله. قال وروى مسلم في تفسيره، قال وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا. اللي هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. أي نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ لأنه في كلامه في مآخذ، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، لا الأخيرة ما تنفعش، نستشفع بك على الله ماشي، إن احنا نتوسل بك عند الله سبحانه وتعالى، إن انت بيننا تدعو لنا، إنما نستشفع بالله عليك. تستشفع بالله عند مخلوق. فقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه، كلمة ويحك كلمة تقولها العرب تفجعا، يعني تفجعا ويعني تألما على ما يحدث أو ما يقال ونحو ذلك. فقال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. أي هذا العرش ليئط به أطيط الرحل بالراكب. يقول رواه أبو داود وكان في المطبوعة هنا محرفا وناقصا فصححناه من أبي داود. الشيخ أحمد شاكر، الشين اللي هي في الآخر دي بيقصد بها الشيخ أحمد شاكر في الهامش. فهذا الحديث فيه دليل على الفوقية كذلك. قال: إن الله فوق عرشه، إن الله فوق عرشه.
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، فالله فوق السماوات فوق العرش سبحانه وتعالى. هو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازي وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت لزيد بن حارثة ثم طلقها زيد، وقد أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلقها زيد أنها ستكون زوجة له وأن زيدا سيطلقها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يذكر ذلك لأحد، وفيه نزل العتاب: وتخشى الناس فتخشى الناس والله أحق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هو اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجني. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز، يعني إنه الناس اللي ماشيين معاك واقفين منتظرينك حبست الناس. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. خرجه الدارمي، وإن كان سند ضعيف. فأيضا المقصود به إثبات الفوقية والعلو، فلقد سمع الله كما قال عمر رضي الله عنه: امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني الشيطان والعياذ بالله. قال: ولم يستطع أن يقول ومن فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم، يعني الشيطان لما توعد بني آدم توعدهم من كل الجهات إلا الجهة الفوقية. لماذا؟ لأن الله فوقهم سبحانه وتعالى. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولذلك ما أفسد عقيدة الاتحاد والحلول التي عليها الصوفية يعني الفلسفية الضلال، شابهوا بذلك النصارى والعياذ بالله. فابن عربي وابن سبعين وهؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد، أن الله تعالى في كل شيء، وأن الله تعالى في كل المخلوقات وفي كل العالم وفي كل ما هو موجود، ولذلك يسمونها وحدة الوجود. وهذا من أضل وأبطل ما يكون، بل أضل من ضلال النصارى، إن النصارى اعتقدوا أنه يحل في مخلوق واحد، وهذا جعله يحل في كل المخلوقين. نعم. قال: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه في فوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية
حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، كلام يعني في الحقيقة كله كلامي. قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائمة قائم بنفسه، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البدهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتبه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ وهذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في المرة القادمة، أي أدلة العلو والفوقية. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.